هنا إلى السياسة المحلية فلسطينيا وإسرائيليا، ونبدأ أولا بقضايانا الفلسطينية وفي وكالة وفا. وفا، سفارتنا بالقاهرة فتح معبر رفح البري الجمعة والسبت في الاتجاهين. أما صحيفة الأيام، الرئيس يجدد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام. جدد الرئيس محمود عباس الدعوة التي أطلقها لمجلس الأمن مؤخرا حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري، وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لمساعدة الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس الشرعية الدولية. ونبقى في صحيفة الأيام، حماس، مقتل 4 بغزة بينهم مشتبه به بمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج، كما تقول حماس. قالت حركة حماس إن قواتها في قطاع غزة قتلت بالرصاص يوم الخميس المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء في هجوم يهدد بتقويض اتفاق المصالحة الذي أبرمته الحركة مع الحكومة. في نفس السياق، مع راديو أجيال إذجاء، اتهم الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري القيادي في حركة حماس فتحي حماد المسؤولية الكاملة عن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية في القطاع أن المتهم الرئيسي في تنفيذ محاولة الاستهداف أنس أبو خوصة قضى يوم الخميس خلال محاولة القبض عليه، رفقه أحد وأيضا برفقة أحد مساعديه وعنصرين من قوات الأمن. وأضاف ضمير في مقابلته مع أجيال أن القيادي فتحي حماد الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة حماس هو من يحكم الآن في منطقة شمال غزة وشارع صلاح الدين، مبينا أن الشارع مراقب بكاميرات، ورغم ذلك وقعت فيه محاولة الاغتيال. وأكد على أن حماس غير مؤتمنة على التحقيق، والحل الوحيد هو أن تقوم بكل جرأة بتسليم كافة الأمور القانونية والشرطية والأمنية في غزة لحكومة التوافق الوطني. في الصحافة الإسرائيلية لم تكن عناوين يعني ملفتة وكبيرة، ويمكن القول بأنها تصنف ضمن الأكشن إن صح التعبير، ولكن نتنياهو قال هناك معيار بسيط، إذا لم يكن بيبي فلا يكون التحقيق. رئيس الحكومة خاطب في احتفال لحزب الليكود في تل أبيب وقال بأن الإعلام يعرف أنهم يستطيعون هزيمتنا فقط بطرق غير ديمقراطية، ومارسوا الضغط على أجهزة تطبيق القانون. أما في هارتس عن انتخاب عضو الكنيسة تامار زينبرغ رئيسة لحزب ميرتس اليسار الإسرائيلي، وتفاؤل بالحزب بدفعة قوية للأمام. وفي الخبر قبل الأخير، في مواقع الإعلام العبري المختلفة كان هنالك اهتمام إعلامي واسع بقرار ترامب تغيير مستشاره للأمن القومي، ووسائل الإعلام الإسرائيلية الموضوع أخذ حيزا في كل الوسائل، كان عنوانا رئيسيا. وعن نفس السياق، جاء في واينت ضد إيران وضد حل الدولتين المستشار الجديد لترامب، وقيل بأن بولتن خدم في الحكومة الأمريكية لثلاثة مرات، مع اختياره فإنه يأتي بمواقف لصالح إسرائيل، وهو من طالب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. إذن تبشرنا بين قوسين بخير واينت. واينت تقول بأن بولتن عمليا هو معروف بمواقفه التي هي لصالح إسرائيل. والسؤال أكثر من هيك في البيت الأبيض؟ يبدو أن هنالك ما هو أكثر من ذلك، النفوذ عمليا الإسرائيلي أو اليهودي داخل أمريكا، وكبير وكبير جدا لصالح إسرائيل. وأعود لضيفي بالبث المباشر العزيز خالد خليفة، الصحفي والخبير في الشؤون الدولية. أيضا كان هنالك حديث خالد عن تأجيل صفقة القرن في بعض وسائل الإعلام، قسم منها فلسطينية، هل تبعت هذا الموضوع؟ فقط أحسنت بالنسبة لاختيارك للمقال، أريد أن أنوه تفضل. يعني أحسنت صحفيا عن اختيار مقال الصحفي أضوان شلحات بأن عن اللغة العربية وتدهور موقعها في إسرائيل،
يعني هنالك حاجة ماسة برأيي يعني للأعضاء الكنيسة والقائمة العربية القائمة المشتركة ولمؤسسات قانونية زي مؤسسة عدالة بإعادة الاعتبار للغة العربية أو بكتابة يعني أبحاث تطالب دوليا أو تطالب أو يعني تشرح ما يحدث للغة العربية إقليميا ودوليا. نعم. فقط للتنويه، شكرا على يعني جلبك لمثل هذا المقال. شكرا عزيزي. أما بالنسبة لصفقة القرن، بصفقة القرن برأيي يعني هنالك إشاعات بما يحدث الآن في البيت الأبيض وتعيين جون بولتون وإقالة ماك ماستر ويعني الزلازل التي تحدث داخل يعني أروقة البيت الأبيض وعلاقته مع الصين وعلاقته يعني كمان ما تفضلت أيضا هنالك ما حدث بين زيارة الأمير محمد بن سلمان واتهام كوشنر بالتواطؤ مع محمد بن سلمان بأن كوشنر أعطى معلومات حساسة للبلاط الملكي في السعودية تتعلق بمن المتورطين في يعني من المتورطين في 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 محاولة في محاولات ضد النظام السعودي، وهذا يعني خفض من موقع كوشنر يعني الممسك بملف الشرق الأوسط. يعني الآن كوشنر يخضع برأيي أو برأي العديد من الخبراء يخضع للتحقيق لتخفيض يعني تخفيض يعني مسؤوليته الأمنية في البيت الأبيض، وإذا تم هذا صحيح فإن يعني أن تمسكه بقضية الشرق الأوسط يمكن أن تؤجل قضية صفقة القرن، ويمكن أن يعني رفض الشيء الآخر هو الرفض القوي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لقضية صفقة القرن، وهذا يعني يعني يخربط الأوراق بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة للتعاون السعودي الأمريكي. نعم. لأنه الرفض الفلسطيني لا يعطي للأمريكيين والسعوديين أي ورقة للتباحث فيها، وفقط يعني يتركهم للتباحث في مواضيع أخرى. نعم. يعني تورط كوشنر وتورط كوشنر ويعني العلاقة السعودية الأمريكية والرفض الفلسطيني حسب رأيي هذا يمكن أن يؤجل قضية صفقة القرن. نعم، وهذا يسجل لصالح ويمكن أن يكون لها أيضا نعم. تداعيات على القدس بدون شك، تداعيات على يعني إعلان القدس على أنها سفارة إعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. نعم، يعني كما تفضلت عزيزي خالد بأن ذلك يسجل للقيادة الفلسطينية من استطاعت يعني بالحركة الدبلوماسية بإتلاف فيما يسمى صفقة القرن على الأقل تأثيرها مؤقتا، ونرى التحديات المستقبلية وهي طبعا ليست سهلة وكبيرة. إلى هنا أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ومرة أخرى أشكر العزيز خالد خليفة الصحفي والخبير في الشؤون الدولية وخريج جامعة كولومبيا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله، نراكم الأحد. We'll be right back.